Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acem ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim kovuş. Karanlığında nur yeniden doğmuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. اليوم عزراء كايا بتقول لكل البنات هون رح تهديكن هاي الغنية. Nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün
bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. ناوية تروحي من هون بدون ما تودعيني؟ لا رح ودعك ستي، وعلى فكرة حاشتقلك. وأنا كمان بشرفي، أنت ربيتي على إيدي عزراء وتعبت معك مزبوط ولا غلط حكي؟ رح أتركك وروح يا ختيارة النحس للأسف. إذا لزمك شي حاكيني فورا، إيدي واصلة لبرات السجن. ها يعني حتى لو تعلمتي وصرتي مثقفة بتضلي بنت هذا المكان. وعديني عزراء، وعديني إنك ما تطولي لحتى ترجعي لعنا. خلاص قدرات، سكتي بقى، روحي التقي بحالك. أمرك حسون. باي باي باي. مصروعة هالمرة. يلا. تعي. الله يوفقك يا روحي. شكرا. شكرا على كل شيء بيرفي. سلت البيض، فهماني علي مزبوط؟ Evet arkadaş، kim olduğumu، ne olduğumu، nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. مشان حسن عندي. Umuttan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden، el ele، daima ileriye. Ay habibti. Ya ruh. Bir gün. تبيع حالي. Sen ayrı düşsek bile. رح نشتاق. Biliyorum. Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe رح نشتاق لك يا قلبي. ديري بالك حالك. ايه ماشي بلاك كوبامايس. الله معك يا عزيزة. الله معك يا روح. انا حبكم كلكم حبيبتي. الله معك. الله معك. تعبريني ديري بالك على حالك. مشتاقين لك. الله يبارك لك. مشتاق لك مثلك حبيبتي. لا الله يوفقك يا عيوني. نورينا خلينا نشوف. اهم شيء تنتبهي على حالك. الله يحميك يا بنتي. ان شاء الله موفقه بحياتك. مستقبلك منيح. ان شاء الله بنسمع عنك اخبار حلوه. شافولي كل شيء. الله معك يا روحي. مشي على حالك. موفقه. رح نشتاق لك كثير حبيبتي.
بعد. شكرا. الله معك عزراء. باي عزراء. الله معك. الله معي. باي عزراء. لا تنسينا. الله ينور دربك. يلا. لا تنسينا. لا تنسينا. باي. عزراء رح نشتاق لك كتير. وأنا يا روحي. ضلي زورينا. لا تنسينا. يعطيكم العافية. شكرا. موفقة يا عزراء. يلا بسيط. عن جد؟ ايه ممكن. عفوا شباب، بس لو سمحتوا كان في بيت قديم هون مزبوط ولا انا مخربطه؟ والله هدموه وبنوا هاد مكانه. معناتها كتير متغير المكان. عزراء؟ ايه انا عزراء، انا طلعت. الف مبروك حبيبة قلبي، انتي منيحة؟ ايه انا منيحة والله. انتي كيفك؟ قالولي انك تزوجتي بس ما بعرف انه في عندك بنوتة حلوة هيك. يا روحي ما احلاك. تسلميلي.
هالمكان متغير علي. ايه والله معك حق متغير، بس يعني نحن تعودنا عليه. ليكي بدي اسألك سؤال يعني هيك بدون خجل. انا المفروض استأجر بيت، بس بدي ضل بشي مكان للاقي هذا البيت، فاذا ما في احراج فيني ضل عندك هاليومين اذا ما عندك مشكلة بالموضوع. يعني مو مشكلة، بس ما عندك شي مكان تاني؟ حماتي طبعا صعب شوي، انتي وضعك بتعرفي. كل هذا لاني كنت بالسجن، وانتي مو حلوة بحقك تقولي لزوجك وحماتك انه رفيقتك كانت مسجونة. لا عزراء، والله مو هيك قصدي انا. مو مشكلة ولا يهمك، عادي، فهمت عليك. اذا بدك فوتي نشرب شاي مع بعض. لا والله خليني امشي، ما بدي لهيك. ديري بالك حالك، الله يحمي لك ياها. بقي تعي مرة تانية. اي طبعا بالاذن. يلا انزلي وشوفي البنت، ما تشلقي حدا ابدا. اذا حدا سالك شي قولي له رفيقتي، وعرفي لي مين اللي معه. ماشي ما بتاخر. تعرفي وين الغرفه؟ ايه بعرف. مرحبا. في رفيقتي كانت هون واسمها أوزجي، ولدت من فترة بس وينها ما لقيتها. ايه لأنه نحنا خرجناها. خرجتوها. طيب وين راحت؟ للأسف ما قالوا لي، وحتى لو بعرف ما بقدر احكي. طيب مين ممكن يجاوبني؟ ما حدا رح يجاوبك، أساسا هي البنت سجينة ومحكوم عليها، مستحيل حدا يعطيكي معلومة عنها. ماشي شكرا. شو قالوا لي؟ ما لقيتها، قال خرجوها. كيف يعني؟ أمتى؟ ما خبروني. طيب وين راحت هي؟ ما رضوا يجاوبوني عشي، قال لأنه هي سجينة. يعني ما عرفتي تتصرفي؟ يعني شو أعمل؟ سألت الممرضة وما جاوبتني، شو بدي أجبرها؟ أي بسيطة، أنا اللي بدي حلها. أي معك حق عزراء، عيب تعمل هيك. وأنت كمان لازم تطلعي على القصة من جهة تانية، لازم تختاري رفقاتك مظبوط. بصراحة هدول مانن رفقات، لأنهم ما وقفوا معك. طيب خلص تنشين ولا عد حاكيون. ايه مظبوط. طيب هلأ وين بدك تروحي بحالك؟ شو رأيك تجي عبيتنا؟ والله فكرة حلوة اني روح على بيتك، انا وانت وامك وابوك. والله فكرة. بتقول لأهلك هي رفقتي عزراء من ايام الجامعة، بس والله كانت بالسجن. تجي امك بتقلي اهلين، وشو هي تهمتك؟ بجي بقلها والله يا مدام تهمتي جربت اقتل واحد وما مات للاسف، وهي هون بتنادي لك تعو لا شي لمن خلقتي هي مجرمه، وبتقلعني فورا لبرا. لا لا عم تبالغي، مو لهالدرجه رح تعمل. مثل ما بدك. عن جد عم بحكي، بس انا بعرف شو عم بحكي. ما بدي اياك تحط حالك بموقف محرج بسببي. في 100 اوتيل بالمنطقه، انا بروح بقعد لحالي ما عندي مشكله، ومنه بفكر شوي وبعرف شو بدي أعمل بحياتي ومن وين بدي بلش. يعني اللي صار معي مو سهل. ما رح أضغط عليكي، تمام؟ يعني لما بدك أهلا وسهلا.
لو سمحت أخي أنا ما فيني جاوبك على هالسؤال، لا تجرب تضغط علي. دكتور ليك، أكيد لو ما الموضوع مهم ما بقلك بدي أعرف. لو سمحت دكتور، لا تخليني نادي الأمن طالعك لبرا، طلع لحالك. يعني مو ناوي تقلي وين أخدوها لأوزجي، ما هيك؟ لو سمحت اطلع لبرا يا أخي. ليك ولا دكتور، مو أنت رئيس الأطباء؟ ها؟ إذا أنت ما بتعرف مين بيعرف؟ قلت لك ساعدني، ساعدني أحسن ما أوصك بين عيونك وخلص عليك. ها؟ صدقني أنا ما بعرف شي، هنن ما خبروني بشي لأنه قالوا لي الأم سجينة. صدقني أنا أبدا ما خطر ببالي أسألهم لوين أخذين البنت. لو سمحت، لو سمحت شيله من وشي بترجاك. ماشي ليك، أنا رح أمشي هلأ، أوعك تحكي حرف واحد لحدا. تمام؟ تمام. لأنه بشي لعيونك. طول بالك. تمام، اهدى، ما رح أحكي. ألو، وينك أنت؟ طيب قول لجماعتنا أنه رح ندور بكل المشافي، فهمت؟ شو عم بحكي يا حيوان؟ شو عم بحكي أنا؟ إيه أوزجي ما لقيتها هون، لازم نلاقيها قبل ما تجين قدرة، فهمت؟ باي. كيف يعني؟ يعني في شخص بيناتنا موجود؟ قدرت بعتت جاسوس لعنا؟ قدرت هيك كانت عم تحكي، أنا ما أصريت مشان ما تشك فيي، أكيد في جاسوسي، مشان هيك هن غيروا مكان التسليم. وحدة من بناتك اللي مخبرة قدرت. كيف هيك يا الله؟ عفواً إذا قطعتك يا خانم. شو هالحكي؟ تفضلي عادي، عادي هون. الحقيقة حابة أتشكرك على سهرة مبارح. حبيبة قلبي، بالعكس قعدنا وتسلينا ودردشنا وتعشينا، كانت سهرة حلوة بتجنة. أنا اللي لازم أتشكرك أوسلام. عن جد شكراً، يعني يمكن أنا كترت شرب وحكي، يعني بتمنى ما أكون حكيت شي غلط أو تغلصت عليكي مثلاً. خانم، حكيت شي غلط مبارح؟ بنو، كان كل شي منيح، ليش هيك عم تقولي؟ بالعكس كنا مبسوطين. يعني ما بعرف، بس لأني ما كنت مركزة بنوب لهيك خفت كون غلطانة معك يا خانو. شوفي دينيز، هي أنتي، أنتي نازان عم تدوري على عدودك بالمكان الغلط. دينيز، لو أنا عدودك ليش لأجي وأحكي معك؟ غير هيك حبيبتي، أنا بكرها لهديك اللي اسمها قدرت. تأكدي مو أنا، هي وحدة من بناتك. أنا عم أقول لتنتبهي، أنا ما بكذب بنوب. ما تواخذيني ولا يهمك، بس نحنا ما معنا وقت بنوب، لازم نفكر ونعرف مين البنت يلي بعدها قدرت. هاي البنت إذا عرفت أنا من جهتك، قدرت رح تنهيني من الحياة. ما حدا بيعرف شي عنك. ولو كان دينيز، في وحدة من يلي حواليك ضدك، انتبهي تحكي شي قوعك. تمام، انت روحي لعند قدرت هلأ، ما تخلي حدا يحس عليك، وفتحي عيونك وأنا رح حاول أني لاقي الحل. تمام، لكن رح أعمل كل شي بقدر عليه. تمام؟ ماشي. يعني بصراحة حابة نحكي شوي بخصوص الملفات المفقودة. بدي تسترجعي ذاكرتك، فكري وين ممكن يكونوا هدول الملفات. يعني الحقيقة نهال خانم كانت تاخد معها أحياناً الملفات على البيت، يمكن شافتهم ملفات مهمة وأخدتهم، بس يعني لو هي فعلاً أخدتهم كانت رجعتهم لمحله. يعني برأيك وين ممكن يكونوا اختفوا؟ ما بعرف. فكري، بالنهاية هاي الأوراق مهمة، كيف بتطلع من السجن من هون؟ مديرة سجن مرتبة مثل المرحومة ما بتخلي ملفات مثلهم يضيعوا منها، أكيد مخبيتهم بمكان آمن، ما هيك؟ صحيح، أنا بتذكر إنه قالت لي في خزنة ببيتها يا خانو، بتوقع يكونوا هنيك. برأيك مراد ممكن يكون هو اللي خافيهم؟ لا مستحيل،
الست نهال أونال كانت تنتبه كتير على هاي الملفات، فأنا ما بتوقع بنوب يا خانم إنه مراد يكون بيعرف وينهم. أساساً لو كان بيعرف كان رجعهم. ليك، بعرف إنه هاي الشغلة صعبة عليك، أنا بفهمك، بس خليني أكون جنبك ولا يهمك، الوقت بيعالج كل شيء. إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنا رح روح، إذا بدك شي حاكيني. إيه؟ تمام أخي، الله معك. ما بعرف شو بدي أقول خانم. يعني أسلام الملفات سرية؟ بس بصراحة أنا ارتحت لما قلتي لي هذا الحكي. يعني منيح أنه الملفات موجودة برات السجن، معناته بمكان آمن. ممتاز. لا تفهميني غلط، بس ليش هي الملفات مهمة بالنسبة إلك؟ لأنه إلى علاقة بالجريمة أوزلام. مفهوم؟ أنا لازم روح على شغلي، عن إذنك. طبعاً خدي راحتك. أوزلام. نعم خانم. سرك بأمان، موضوع أمك. أنا ما بحكي، لا تفكري إني بخبر حدا. أي سر خانم؟ يعني كيف توفت أمك أسلم؟ مو مبارح حكينا؟ قلتي لي تصرفتي صح؟ كانت عم تتوجع قدامك وإنتي ريحتيها. مو معقول شو قوية، عن جد فاجأتين. روحي يلا. أوزلام، فيكي شي؟ ها؟ لا لا ولا شي، بس نزل ضغطي شوي. ما تخافي علي، تعي لأخذك على المستوصف. لا مو محرزة بنوم، خلص أنا منيحة. ألو، نجدة بيك؟ زيرين مديرة السجن. إيه صح، إيه صح. كيف حضرتك؟ لو سمحت إذا فاضي حابة أحكي معك بموضوع مهم. شكراً ليلى. معناتها إمتى فينا نجتمع؟ إيه طيب، شكراً ليلى. يعني في شخص بيناتنا موجود؟ قدرة بعتته جاسوس لعنا؟ لا يا ربي، مستحيل يكون. يا الله، مين بدها تكون يعني؟ مين بدها تكون؟ مين ممكن تكون؟ معقول تكون واحدة من اللي بأمن فيهم؟ لا مستحيل. كيف يعني؟ يعني في شخص بيناتنا موجود قدرة بعتته جاسوس لعنا؟ قدرة هيك كانت عم تحكي. أنا ما أصريت مشان ما تشك فيي، أكيد في جاسوسين، مشان هيك هن غيروا مكان التسليم. واحدة من بناتك خبرت قدرة. كيف هيك يا الله؟ شو يعني ما لقيتها؟ دورتوا بكل المشافي؟ 50 زلمة ما لقيتوا شافت بنت؟ نقلع الله يلعنك ولا حيوان؟ أهلي، طمني شو الوضع وجدي؟ الوضع سيء كتير. شو هالحكي؟ يعني ما جبت الرخصة للأوتيل؟ لا لا والله، بس في شغلة تانية. شو هي؟ أحكي خلصني. أوزكي خرجوها من المشفى والبنت معها، ما عرفنا لوين أخدوها.
شلون ما بتعرف وينهم؟ شلون؟ روح لاقيهم بلا ما شيل عيونك وجدي. ما لقيناهم، هن نقلون على غير مشفى. طلعت وسألت رئيس الأطباء وقال لي إنه ما بيعرف. أنا كتير آسف وجدي. لك الله يلعنك شو إنك جحش، ولك أنت مفكر حالك رجال؟ معقول بنت صغيرة ما قدرت تجيبها يا حمار؟ ولك والله لشيل عيونك وجدي. لحظة، خراس خراس، أنا طلبت منك شغلة وما قدرت تساويها، رح أعطيك آخر فرصة. ليك بدي منك هلأ تلاقي لي ناجية وعزراء، أكيد بيعرفوا وين هالواطية. بتساوي أي شيء لتعرف وين المرأة والبنت. يلا نقلع لشوف. يلا الله يلعنك غبي. ولك أنا ما عندي غير حمير، حمير وبس. الله يلعن أبو هالعمر. تفضلي. عندكم غرفة فاضية؟ لشو بدك ياها؟ شو دخلك انت؟ يعني رح تكوني لحالك ولا جاي لعندك شي حدا؟ كأني مو شايفك من قبل. بتعرف انك وقح وعيب تحكي معي هذا الحكي؟ انت بدك تعلميني العيب؟ هوب تعالي تعالي يا أنسي، في غرفة فاضية. تعالي يا أنسي. مشان ما يصير مشاكل لازم تضل هوية الطفلة مجهولة. حضرتك بتعرفي حساسية هالموضوع؟ ما تخافي أبدا، البنت رح تبقى عنا بأمان لبين ما تصير حالة أمها منيحة ونعرف الوصاية لمين. شكرا إلك. عفوا بس لازم رد. ألو نعم؟ ألو ميليس خانو، كيفك؟ أنا عزراء. عزراء وينك أنت؟ شو الموضوع؟ صاير شي؟ لا لا ما تخافي. بس بدي قلك فيني نام عندك بس اليوم إذا ما في إحراج بالموضوع؟ طبعا فيكي، فيكي تجي. أهلا وسهلا. أنا برا البيت شوي ورح أرجع. وينك؟ إذا بدك بجي باخدك. تمام، نص ساعة بكون عندي. تمام ناطرتك، شكرا لإلك. هلا انت متاكده انك رح تحكي بالموضوع مع نجدات؟ طبعا متاكده، لانه انا ما ضل عندي حل تاني. انا بحاجه لمساعدته، هو الوحيد اللي بيساعدني. وانت واثقه فيه؟ واثقه وما عندي حل تاني. أوكتاي، كيفك أخي؟ منيح. شوفي مو مبارح أنا وياك حكينا وقلنا بدنا نقعد وندردش ونشرب سوا؟ آسف إجيت بلا موعد، شكلك مشغول مراد. فوت فوت، ماني مشغول. يلا. أنا بعرف أنه أنت مو حابب تتركني، بس أنا على فكرة ماني ولد صغير. لك يا الله، شو هالحكي هذا؟ طبيعي ينشغل بالي على رفيقي. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. ليك مزبوط إنه ما بيصير، بس أنت هيك عم تأذي حالك. شراب يا زلمة، بس مو كل يوم. شو بك مراد؟ شو صاير لك؟ تمام فهمان عليك، بس هيك مبسوط كتير. طيب إيه، على فكرة منيح إنك إجيت، أنا كان بدي حكيك بموضوع مهم. خير؟ شوف البنت، يعني أي بنت؟ البنت يلي بالسجن الثاني. أخي ليك بصراحة، أنا طلعت من هديك القصة بالمرة،
بعرفه لهالحكي، ما قلت لك شيء؟ يعني ما في داعي تبرر بنوب؟ لك انت بتعرف انه هي البنت من السجن تبعنا مو هيك؟ كيف؟ قلت من السجن تبعنا؟ ايه، حتى نهال يلي بعتتها. بالله ما بعرف. هلأ انت شو اللي عرفك؟ وليش هلأ عم تخبرني؟ ما فهمت. زيرين سألتني كذا سؤال عن هي الأحداث مبارح. يا الله دخيلك، ليش؟ ما سألت ابنه. ايه بس غريبة ما هيك؟ ايه غريبة، بس أنا ما دخلني بالقصة أبدا. يعني هلأ لوين بدك توصل؟ ما بعرف، بس زيرين بدها، يعني أنت لازم تعرف. ايه والله يا أخي، ايه والله. شو شربك؟ أعطيني هاي، جاي عبالي اشربها، ورح أقوم أعمل لك قهوة لحتى تصحصح معي ونحكي سوا. بدي إياك تكون مصحصح عشان تركز. يا الله منك أكتاي. نجدة بيك؟ زيرين خانم؟ لا تواخذني إذا تأخرت عليك، بعتذر منك. عادي زيرين خانم، أنا اللي جيت على الموعد بكير. تفضلي عادي عنك. شكرا لإلك. العفو. مبسوط كتير إني شفتك. أهلا وسهلا خانم. تفضل. شكرا لإلك. بدي لو سمحت. تكرم. وانت استاذ؟ نفس الشيء. تكرم. شكرا لك. لما فاتت بنت اختي على السجن بعرف انك درتي بالك عليها منيح، وما صار وقت تشكرك. هي بخير هلا؟ كانت القصه من ورا رفقاتها، الحمد لله ما رجعت للمخدرات من وقتها. عملت لها مشروع وهلا بدها تتزوج. والله جد مبروك. شكرا لك. ايوه هلأ فيكي تحكي بالموضوع زيرين خانو. تعرف قصة اختي، حتى انا بحياتي ما حكيتها لشخص غيرها. اصلا فتت لهالمجال لأحميها وبس. مزبوط. بزعل لما افكر بالقصة، عن جد بزعل. وأنا والمصيبة هي إني ما بعرف شو صار معها بالضبط. نجدة بيك، من فترة عرفت إنه عم يحاولوا إنهم يخفوا المعلومات المتعلقة بأختي زينب. الملفات اختفت من أرشيف السجن، في حدا عم يحاول يخفيهم. ايه بس أنا بتوقع أنه تلتقى الملفات كلها، أنا متأكدة، بس ما فيني أتصرف لحالي. مزبوط، ولهيك أنا حكيت معك لأني بحاجة لمساعدتك. خلاص ولا يهمك، فيك تساوي اللي بدك. ايه بس ما لازم حدا يعرف بهذا الموضوع. خلص الشغلة عندي، انت ارتاحي زيرين خانو. شكرا لإلك. تكرمي. ما بدك تشربي معي شي؟ طبعا. تمام. جمتي من البرد؟ سلام. أهلي. من الأول قلت لك تعي لعندي، بس أنتي ما رضيتي.
بصراحة توقعت شي حدا بعرفه يستقبلني، بس كلهم قلعوني. على كل حال منيح إنك حكيتيني. فيكي تضلي ببيتي هالفترة. إيه بس ما رح طول. حتى لو طولتي أهلا وسهلا. أنا جوعانة كتير، أكيد أنتي جعتي، شو رأيك نجيب بيتزا ناكل بالبيت أنا وياكي؟ إيه والله فكرة، إذا الأمور فيها بيتزا معناتها يا عيني على الدلال والرواق. لو من الأول بعرف إنك جاية، والله كنت عملت لك طاولة غير شكل وبتعجبك. أنتي منيحة عزرة؟ حسرت بتموت على البيتزا. فوراً تذكرتها. شو بيكونوا عم يعملوا هلا؟ حسرات، انتي فاضيه لاحكي معك؟ تعالي. بعرف انه انتي زعلانه على فراق عزراء ومقهوره، لازم تكوني مبسوطة وتقولي إن شاء الله أنا رح أطلع وأرجع أشوف عزراء، وكمان بس تطلعي من هون بتزوريني أنت وياها. إيه معك حق، أنا مو زعلانة إنه طلعت بنوم، أنا انبسطت لها بس فقدت لها كتير. حسرت، في موضوع بدي أحكي فيه أنا وياكي، وهالموضوع أنا ما بوثق أحكي لحدا غيرك هون. ما بتوثقي غير فيني هون؟ مزبوط؟ أكيد، يعني مزبوط نحنا مالنا صحبة كتير. إيه بس أنا بعرف منيح مين بتكوني. عزراء قبل ما تروح قالت لي إنه إذا بدك توثقي بحدا حسرة بينوثق فيها، وهذا الموضوع ما بقدر أحكي فيه إلا معك. رح تسمعيني حسرة؟ في وحدة بيناتنا حسرت قدرة حطتها تتجسس. دينيز شو عم تقولي؟ إيه للأسف، ولهيك ما عم نقدر نوقف بوش قدرة. كل شي نحنا عم نحكي فيه عم ينتقل لقدرة بلحظتها. هلأ أنت متأكدة من حكي؟ إيه أنا متأكدة، بس مين هالجاسوسة؟ ما فيني شك بحدا معين. أنا رح جن حسرت. لك مين هي اللي بتسترجي تعمل هالعملة معنا؟ شش، ليكي حسرت، ساعديني لنعرف الخاينة. مرحبا. أي بنتي، يعطيكي العافية. أنا بدي ناجية؟ عزراء؟ بس شوي. عزراء لك أنتي شو عم تعملي هون؟ أرهان بيك وظفني عنده، هي مؤسسة ضمان اجتماعي. ايه منيح والله هالأرهان، شكله عم يوظف كل اللي بيطلعوا من السجن عنده. مزبوط. ايه ناجية؟ طمنيني عنك، انت منيحة؟ بدك طمنك عني؟ كيف بدي كون يعني؟ أنا ما فيني أشوف بنتي وحفيدتي لأنه منخاف يعرفوا وينهم. عجبك الوضع؟ تمام، بس وطي صوتك، شو صار لك؟ يلعن قدرة شو مرة حقيرة، ما عم تتركنا نرتاح، كله من وراها. ما يهمك، لأنه أرهان عم يعمل اللي عليه لحتى تخلص الوصاية بهالفترة. هو موجود جوا. ايه فوتي. رح فوت لعنده. ماشي. اسمعني منيح، المطلوب تلاقي لي زمرد وتجيب لي اياها، كل شي بدي اياه منك تجيب لي الوصايه وبس. تمام، بس الفكره انه نحن مو بهالسهوله بنقدر نجيبها، لانه احتمال تكون البنت بدار لحمايه الطفل بما انه ما معها امها، غير هيك في الوصايه. المهم هلا اسمعني منيح، شو بدي منك حضره المحامي؟ انا ما عم بعطيك مصاري مشان تطلع لي بحجج تافهه. يعني كيف وشلون؟ مو عندي هذا الموضوع، لأنه هاي شغلتك ما لا شغلتي. شوف أنا بلشت ضوج وما عاد أتحمل ابنه. بأمرك.
خلص رح شوف شو بقدر أعمل، وبالأول لازم أعرف وين أخدوها للبنت. ماشي، اتفقنا. أنا رح حاول أعرف، وإنت كمان حاول، وإذا عرفت شي فوراً خبرني. ما بدنا نضيع الوقت، ماشي؟ شوف شغلك، حل الموضوع بسرعة. مفهوم؟ لأنه ما ضل عندي صبر لهي القصة. يعطيك العافية. انتباه انتباه، صار وقت الأكل، كل السجينات تطلعوا عصارة الأكل. انتباه انتباه، صار وقت الأكل. جوعانة أنا. وأنا كمان. قومي دينيز، جوعانة؟ قومي كلي معنا. روحوا شوي وبلحقكم. لا تكوني مزعوجة. لا ابنوب، روحوا لحقتكم. طيب خلص مثل ما بدك. والله ما بعرف شو عم يصير له لهالبنت. خطرت ببالي فكرة هلا، يمكن اليوم نقدر نعرف مين هاي البنت. يمكن. كيف؟ في شغلة نحن عملناها من قبل وزبطت معنا. انت هلأ لازم تحكي لكل بنت انه أزجي بمكان غير المكان اللي بتقولي للبنت التانية. يعني ليكي، كل ما بتشكي ببنت قلي لها انه أزجي بالمشفى الفلانية، بس مو قدام حدا. تمام؟ وقدرة بتبعت رجالة على هاي المشفى، صح؟ تمام، هذا هو، هذا اللي بدنا اياه انا وانتي. وبهي الحركة بتكوني عرفتي الجاسوسة. ايه بس انا ماني مسؤولة كيف بدنا نعرف على اي مشفى راحوا رجالة لقدرات. تمام، هاي تركي يا علي. ايه بركي بتزبط. والله هيك المفروض. انا رايحة، جعت كتير. يلا روحي. شوفي شو الموضوع. والله بدي شوف حفيدتي، هذا هو الموضوع. انت ما عم تكوني عادلة. العمى جيبي لي اياها، بدي شوفها. اوعك تطلبي شي مستحيل. تماديتي تماديتي كتير وتوقعتي لحتى شبعتي. بكفي قدرة، صبري بكفي بقى. طيب مو امل البنت مقبورة مسجونة؟ لكن ليش تاركين البنت لحالها؟ ليكي انت المديرة وفيك تعمليها. ما صارت منيحة لسه عم تتعالج. غير هيك أنا ما بيحق لي إني جيب البنت لهون، بتعرفي إنه ما فيني. أنتي ما في شي بيصعب عليكي، أنتي بتقولي هيك زيرين خانم ولا شو؟ مستحيل. إيه وهلأ صار الموضوع صعب ما هيك؟ لا تتغابي قدرات، روحي من هون. هالتصرفات بتأذيك، انتبهي. ملتب خديا من هون. تركيني، جايك يوم. تمام، كل شي تمام لهلا. هدول خالصين عزراء، هدول بتروحي بتعطيهم لمحكمة الصلح. ايه ماشي. ايه لحظة، في هي الورقة، هي وثيقة توكيلة، وهن بيعطوكي وثيقة لتجيبي لي اياها لهون. تمام تمام، شكرا. ايه صحيح، رح تشتغلي شغل جديد، مبروك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا كتير لألك. بدي أسألك، أنا فيني روح الجامعة ولا ممنوع أني روح؟ لا طبعاً فيك تروحي، مجرد ما كملت ورائك فمو مشكلة. تمام، وشكراً كتير. بالإذن، بشوفك لكان. أوكي؟ أكيد بشوفك. Chief check, Shaman, that check.